البركة حدك سما، وقف تكمش رجع اللور سيفيني هاودني منك، عندك تفوت الخط الأحمر. اليوم غادي نهضروا على موضوع هام وحساس، الملك ها هو والتغيير فينا هو. المغرب ديال 1999 ماشي هو المغرب ما بعد 2011. قطرة التغيير غادية، ولكن شكون اللي موقف قطرة التغيير في المغرب؟ شكون هي الدولة العميقة؟ وشكون هما التماسيح؟ شكون اللي كيحمي الفساد والمفسدين؟ وشكون اللي موقف قاطرة المشاريع الحقيقية للتنمية؟ وفين مشاو فلوس الشعب؟ الدولة اللي كتحترم راسها وكتحترم مواطنها بالضرورة هي اللي كتمنح المواطنة الكاملة الغير المنقوصة. 15 سنة من حكم محمد السادس لم يتوقف من التنقل لوضع مشاريع تنموية في المداشير والمدن والمناطق المنسية. اش كتعني هذه التنقلات الكثيرة والماراثونية لمحمد السادس؟ اشنو هو المغزى ان محمد السادس ينعس ولا ينام في فيلاج في قرية انفكو باقليم خنيفرة؟ علاش المطالب، علاش الملك طالب اخيرا بتوزيع الثروة بين افراد الشعب؟ الجواب على هذه الأسئلة هي بكل بساطة، احنا كشعب علينا ان نستخلص مجموعة من الدروس. اولا، ايمان الملك المطلق او ايمان محمد السادس بالعمل. ثانيا، ان العمل الجاد والمسؤول المبني على أرضية صلبة هو اللي مكن المغرب من تنمية حقيقية. ثالثا، المعاينة والمراقبة عن قرب قبل اتخاذ القرار والحكم. الملك كشخصية عمومية، لذلك كبريات الصحف والمجلات العالمية والصحف الوطنية كتتابع أخباره وتنقلاته. محمد السادس مشى لشمال المغرب، لجنوب المغرب، مشى للمداشير، مشى للقرى النائية. محمد السادس خرج من القصور وعالم الأبهة إلى قرية نائية اسمها أنفكو، وبات فيها ليلة كاملة تحت الصقيع والبرد. أشنا هي الخلاصات من هذا الشيء؟ الخلاصة الأولى أن محمد السادس كيبغي يقول للشعب وللمواطن المغربي أنه بحاله بحال جميع المغاربة، ما فيه تكبر، ما فيه كبرياء. ثانيا، يجب أن نفرق بين الحياة الشخصية للملك وحياته كرئيس دولة للدولة المغربية. ثالثا، الملك بغي يورينا بالملموس أن المواطنة سلوك ومعاملات من خلال التنقلات الدائمة. تنقلات الملك في المداشر وفي المدن أعطت للمغاربة فكرة عن جغرافية المغرب المنسي، ولو المغاربة كيعرفوا بودنيب فين جات، ولو كيعرفوا القلعة فين كاينة، عارفين مناطق ودواوير صغيرة بفضل زيارات الملك المتكررة لهذه المناطق. بالمقابل، وهناك وزراء لا يخرجون من المركز، ما كيخرجوش حتى من الرباط، لا يخرجون حتى من مكاتبهم. وهناك وزراء في حكومات سابقة ودابا يجدون فقط الإقامات في فنادق يعني بخمسة نجوم. خلال 15 سنة من حكم محمد السادس يعني تأكدنا بالملموس وتأكد الملك كذلك بالملموس أن الطرقان خاسرة، وهناك تجزئات وهمية، وهناك مشاريع دشنها الملك وبقات واقفة، ثروات منهوبة، الزبونية والفساد والمحسوبية دير الكلام. الملك عرف أن الأمور
خاصها تغير، وأن البلاد غادية للهوية. السكتة القلبية قريبة تصيب البلاد. الملك بنفسه متتبع لمجموعة من التحقيقات. الملك قدم أوسمة للفائزين، تبرع كذلك بالدم ديالو. بالمقابل الشعب كيتسنى، والحكومة خاصها تدخلنا الإصلاحات حقيقية. عندنا وزراء كينقصهم حس المبادرة والإيمان المطلق بالعمل الجاد والمسؤول وتجنب المهاترات السياسية. الخلاصة أن محمد السادس بغي يعلمنا درس أساسي في المواطنة. أشنو هي المواطنة؟ هي ممارسة وتطبيق، وهي معاينة ومراقبة وحديث مع المواطنين بشكل دائم. حتى لهنا حلقتنا شرفت على النهاية. ستوب، بركة، حدك تما، وقف، تكمش، رجع اللور، سيفيني، هاودني منك، عندك تفوت الخط الأحمر.